السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم عن محمد الطاهر، مولد 1879، توفي سنة 1903، والتنوير كتاب أتى به بالجديد وله شهرة واسعة طبعا. كتابات الكثيرة منها مثلا النظام الاجتماعي في الإسلام، أليس الصبح القريب، قوة فهم المقاصد من الناحية الفقهية وبين اللغة العالية. في هو طبعا صاحب أسرع خطبة لما رأى بعض النساء يعني كتبرؤ يعني، فدخل في الخطبة وقال النساء شكون لي في الأسواق، وبعدين سكت فقال مقام وقال لا خير في صلاتكم إن كانت نساؤكم عرايا، وأقام للصلاة. ودي كانت أسرع خطبة يعني. إحنا كنا عايزين ننوه لإقامة كبيرة جدا من بلدنا الشقيق تونس، محمد طاهر ابن عاشور. السلام عليكم.